اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير والإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول، قال: وخرج بما ذكره الجمع. الذي ذكره هو أن الجمع قد حلي بألف ولام أو حلي بالإضافة، والجمع متى حلي بأحدهما فإنه يفيد العموم كما ذكر. فالجمع المحلى بالألف واللام والإضافة تكلمنا عنه في المرة السابقة وانتهينا من الحديث عنه. إذا لم يحل الجمع بالألف واللام بأن كان جمعا منكرا، طيب، قال: الجمع المنكر نحو جاءني عبيد لزيد، ويقصد هنا بالجمع المنكر سواء كان جمع قلة أو جمع كثرة، فجمع القلة وجمع الكثرة لا يفيد العموم. الجمع المنكر سواء كان جمع قلة أو جمع كثرة لا يفيد العموم، نحو جاءني عبيد لزيد لا يدل على أنه قد جاء كل عبد من العبيد لزيد، وإنما جاءه جملة عبيد، قد يكون ثلاثة، قد يكون أربعة، قد يكون خمسة، وهكذا. فإن الأصح أنه ليس بعام، وهو مذهب جمهور الأصوليين، وخالف في ذلك أبو علي الجبائي وأبو ثور وابن حزم وبعض الحنفية، وحكاه ابن برهان عن المعتزلة، حكاه البزدوي وابن السعاتي، وهو أحد وجهي الشافعي، كما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإسرائيلي والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وسليم الرازي، كل ذلك قالوا بأن الجمع المنكر يفيد العموم، ولكن الجمهور على أن الجمع المنكر لا يفيد العموم. واستدل العلماء على عدم إفادته للعموم بأنه يصلح لكل مرتبة من المراتب، يعني عندما أقول جاءني عبيد يصلح لي أن يكون الذي جاءني خمسة، أو جاءني عشرة يصلح لأن يكون الذي جاءني عشرة، ويصلح كذلك لأن يكون الذي جاءني خمسة عشر، وكذلك يصلح لأن يكون الذي جاءني عشرين. فإذا كان الأمر كذلك وصلح الجمع المنكر لكل طبقة ولكل مرتبة من مراتب الجمع لم يكن ذلك من قبيل العموم، لأن الذي يصلح لمتعدد لا يكون من قبيل العموم. ولذلك استدل العلماء على ذلك بأنه يجوز أن تفسر هذا بعدد معين، عندما تقول جاءني عبيد مثلا عند القاضي تقول في الإقرار لزيد علي دراهم، دراهم هي دراهم هي جمع ايه؟ جمع درهم، يبقى جمع، وجمع ايه؟ جمع منكر. هل يفيد ان انت عليك كل الدراهم ولا ممكن يكون عليك عشرة، ممكن يكون عليك عشرين؟ يستبين منه القاضي ويقول له كم عليك، فيقول له عشر فيقبلها. ولو كان للعموم لما قبل التفسير، لماذا؟ لأنه هيبقى محمول على كل الأفراد، له علي دراهم، ولذلك هذا الباب ينفع في باب الإقرار، له علي دراهم، ولذلك القاضي يقول له كم درهم عليك، يقول له علي عشرة دراهم، صالح هذا. طب وهي العشرة أصلا ديت موضوعة للعموم؟ لا. قال: فإن الأصح أنه ليس بعام فيحمل على، وإذا لم يكن بعام ما القدر الذي نحمله عليه؟
قالوا يحمل على أقل الجمع. وأقل الجمع عند جمهور العلماء 3، وقالوا عن هذه الفاء فيحمل هذه الفاء تفريعية، يعني إذا ثبت أن الجمع لا يفيد المنكر لا يفيد العموم فيكون مدلوله أقل الجمع، فيكون مدلول ذلك اللفظ أقل الجمع وأقل الجمع 3، كما ذهب إلى ذلك مجموعة من العلماء. انتقل يتكلم على قضية أقل الجمع، وقيل 2، وقيل أقل الجمع 2 وليس أقل الجمع 3، لأنه يستعمل فيهما، يعني الجمع يستعمل فيه الاثنين، وإذا كان الجمع مستعمل في الاثنين فالأصل في الاستعمال الحقيقة، ولكنه ولأنه يستثنى منه كذلك. دي بقى رجع للإيه؟ رجع للجمع المنكر، الدليل على أنه للعموم أنه يستثنى منه. جاءني عبيد لزيد إلا عبد، فده بيستدل لي. طيب ما خلينا بقى في أقل الجمع، وقيل 2، وقيل أقل الجمع 2، وهذه مسألة يعني حصل فيها الخلاف الكثير بين أهل العلم، إلا أن القول الراجح وأن القول الذي تعضده الأدلة أن أقل الجمع 3. طيب أقل الجمع 3، قال بعد ذلك وأقوى أدلته، أقوى أدلة من قال بأن أقل الجمع 2 قوله تعالى فقد صاغت قلوبكما، قلوب وأراد بها عائشة وحفصة، فأطلق الجمع وأراد به الاثنين واستعمله في الاثنين والأصل في الاستعمال الحقيقة، فيكون أقل الجمع كم يا مشايخ؟ أقل الجمع 2. قال وليس لهما إلا قلبان، هما ليهم أكثر من قلبين، فقد صاغت قلوب بكما، ده حفصة لها قلب والستين عائشة لها قلب، فيبقى القلب هنا إيه؟ قلوب، أطلقت على قلبين لأنها من قبيل أقل الجمع. واحد يقول لك طب ما هو ممكن يكون يا مولانا مجاز، قال هذا القائل المجاز خلاف الأصل ولا يصار إليه إلا بقرينة وإلا بدليل ولا دليل، وعلى ذلك نقول أقل الجمع 2 لأنه قد استعمل فيه. طيب وأجيب بأن نحو ذلك مجاز. طيب مجاز فين بقى الدليل عليه؟ قال له كراهة أن تأتي بتثنية وبعدها تثنية، حاول كحاول كده، فقد صغى قلباكما، قلباكما تثنية بعد تثنية، وهذا مكروه في العربية، فمن أجل ذلك عدل عن التثنية إلى الجمع حتى يفر من هذه الكراهة، ده الجمهور بيقولوا كده يعني. طيب والكلام بقى طويل في هذا المكان، عندما نتكلم في كتاب أكبر نسرد الأمر فيه. وقيل إنه عام لأنه يصدق بما ذكر، يعني يصدق بأقل الجمع وهو 3 عند الجمهور واثنان عند غير الجمهور، أنه يصدق بما ذكر، يعني أنه كما يصدق بما ذكر يصدق على أقل الجمع اللي هما 3 أو أقل الجمع 2، يصدق كذلك بجميع الأفراد، يعني كما يطلق الجمع المنكر على 2 أو على 3 كذلك يطلق الجمع المنكر على كل الأفراد، ده معنى كلامه هنا، يصدق على جميع الأفراد
وكذلك يصدق على ما بينهما، يعني يصدق على الاثنين ويصدق على الثلاثة ويصدق على الوسط ويصدق على العموم والاستغراق والشمول بكل الأفراد. طيب، وإذا كان مترددا بين هذه الثلاثة فالاحتياط أننا نحمله على الجميع فيكون حينئذ مفيدا للعموم. قال فيحمل، أي فيترتب على ما سبق أنه يحمل على جميع الأفراد ما لم يمنع مانع، يعني ما لم يمنع مانع من حمله على جميع الأفراد، كما في رأيت رجالا. ما ينفعش أقول لك رأيت رجالا يعني أنت رأيت كل الرجال، لأن هذا غير ممكن عقلا. كيف لهذه البصيرة مع هذا السن أن ترى 6 مليار ونص؟ ده محتاجة حتى تراهم إلى عمر سيدنا نوح عدة مرات، هذا غير ممكن. قال فيحمل على جميع الأفراد ما لم يمنع مانع، أخذا بالأحوط، لأن حمله على جميع الأفراد أكثر احتياطا، لأنه يصدق على الفئة القليلة والفئة الوسط والفئة الكثيرة، فحمله على الفئة الكثيرة فيه احتياط وخروج من التكليف بيقين. قال له طب ما انت ماشي، يعني انت حملت على الاحتياط، طب ما انا عايز احمله على المتيقن، قاعدة الاحتياط دي ما انا ما عنديش مشكلة فيها، ولكن لماذا لا نحمله على قاعدة المتيقن اللي هو اقل الجمع، صح؟ ويبقى الوسط والنهاية مشكوك فيه، فقاعدتنا تأخذه الى الحمل على الاقل، وقاعدتك انت تأخذه الى الحمل على الأكثر. ورد بأن الحمل على غيره أولى، إلا أن قاعدتنا أولى من قاعدته. ليه؟ إلا أن قاعدتنا لديت قاعدة اليقين، لأن اليقين لا يزول بالشك، ولأننا نأخذ فيها بالقطع والجزم. وبأن الاحتياط، وأزيد على هذا أن الاحتياط قد يكون في عدم الحمل عليه، مع أن الاحتياط أيضا قد يكون في عدم الحمل على كل الأفراد. إزاي؟ كما في الأقارير، أقول لك له علي لزيد علي دراهم، جميل، يحتمل 3 دراهم وأنا عندي 1,000,000 درهم في مليتي، ويحتمل 500,000 درهم ويحتمل 1,000,000 درهم. تيجي تقول لي بقى لا خرج كل ملك، ده انت استبحت مالي بشيء مشكوك فيه. ده الأحوط في جانب الأموال، لأن الأصل فيها الحرمة، أن يحمل على أقل الدرجات. ليه؟ لأن الأصل في الأموال الحرمة، لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن أموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، اللهم إلى آخر ما ورد. فالأصل في الأموال الحرمة، فالاحتياط ألا نحمل على الجميع. لماذا؟ لأن الأصل فيها كذا، إن أنا ممكن أبقى واكل مال أخويا بالحرام، فما أقول لزيد علي دراهم، القاضي ساعتها يقول لي لا ما تفسرش، هناخد كل مالك. طب يا سعادة القاضي أصبر، ده هم 3 دراهم بس، لا هناخد كل مالك، لأن اللفظ هنا للعموم. وبأن النزاع في أن العموم مفهومه، يا مولانا خلي بالك، في فرق ما بين إن بنقول الجمع المنكر هل موضوع للعموم، دي مسألة، وحمله على العموم هذه مسألة أخرى. الحمل ده من صفة مين؟ ها؟ الحمل صفة السامع. مش احنا قلنا الوضع ده للواضع، والاستعمال ده للمتكلم، والحمل صفة السامع. احنا بقى بنتكلم في انهي مرتبة؟ عندنا 3 حاجات. طيب، عندي وضع،
وعندي استعمال وعندي حمل، مش حمل يعني 9 أشهر فوق الله يكرمكم. طيب فعندي 3 مستويات، في مستوى الوضع، في مستوى الاستعمال، في مستوى الحمل. خلي بالك بمثل هذه المصطلحات تنفك الإشكالات. الوضع معناه جعل شيء بإزاء شيء، هذا الجعل إنما هو صفة لواضع اللغة، وواضع اللغة على الراجح هو الله، فالجاعل والواضع هو الله. والاستعمال قال لك إطلاق اللفظ وإرادة المسمى، وهذا صفة للمتكلم. يعني أنا عندما أقول أسد أطلقت لفظ الأسد وأردت الرجل الشجاع، أنا مستعمل، فهذه دائرة الاستعمال، إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. طب الحمل، الحمل اعتقاد المتكلم المراد من اللفظ. فإحنا هنا بنتكلم في إيه؟ بنتكلم في الوضع ولا بنتكلم في الحمل؟ لا، أصل المسألة بتاعتنا اللي هو الجمع المنكر لا يفيد العموم، بنتكلم في الوضع. هو الجمع المنكر ده موضوع للعموم ولا موضوع لغير العموم؟ فأنت هنا بتقول لي الحمل، حمل إيه؟ نحن لا نتكلم في الحمل إنما نتكلم في الوضع. يعني إيه الوضع؟ يعني هل الوضع جعل الجمع المنكر للعموم وجعل العموم مفهوم وجزء من حقيقة الجمع المنكر أم لا؟ هذا هو محل الكلام. فأنت تركت الكلام وذهبت تتكلم على الحمل. الحمل ده اعتقاد السامع، إن هو بيعتقد إن كل الأفراد مرادة، براحتك. لكن احنا ما بنتكلمش في المستوى ده، احنا بنتكلم في مستوى إيه؟ مستوى الوضع، اللي هو إن العموم الجمع المنكر موضوع للعموم أم لا؟ يبقى تكلم معنا في هذا المستوى وهو مستوى الوضع، ولا تتكلم معنا في مستوى الحمل وهو اعتقاد المتكلم مراد السامع من كلامه. يبقى عندي 3 مستويات، عندي وضع، استعمال، حمل. وضع، استعمال، حمل. تاني عشان تحفظوها، وضع، استعمال، حمل. المسألة التي معنا في أي مستوى من المستويات ندرسها، ندرسها في باب الوضع بس كده. فلما يجي يقول لي والله والحمل احتياطا، لا، نحن لا نتكلم في الحمل إنما نتكلم في الوضع، وأن العموم مفهوم لللفظ المنكر. ولذلك قالوا بأن النزاع، يعني نزاع بمعنى الخلاف في هذه المسألة، في أن العموم مفهومه لا في الحمل، لأن احنا بنتكلم عن دائرة المفهوم. راح هو نقلنا على طول في دائرة الأفراد، الحمل ده أفراد، نتكلم على المفهوم. ومن فروع المسألة، ومن فروع هذه المسألة، هذا فرد من أفراد التخريج. يعني هنا انتقل إلى فن يسمى بالتخريج. تخريج يعني بناء الفروع على الأصول، استفادة الفروع من الأصول. قال ومن فروع المسألة
ما لو أقر بدراهم. طيب قال ومن فروع، فروع جمع فرع، والفرع من بسق من أصل كلي. انبسق يعني ايه؟ يعني خارج من أصل كل. فرع كفرع الشجرة، فرع الشجرة خرج منين؟ خرج من جذور الشجرة، تفرع منها، خرج منها كده. سموه فرع ليه؟ لأنه طالع من الشجرة، يا طالع الشجرة. طيب قال ما لو أقر بدراهم، بدراهم قال بدراهم، ما قالش بدراهم ليه؟ لأنها ممنوعة من الصرف، لأنها على صيغة منتهى الجموع، دراهم مفاعل، وصيغة منتهى الجموع مفاعيل أو مفاعل، وهي تقوم مقام علتين. انتوا مش معانا ولا ايه؟ أمال انتوا رحتوا فين؟ صلوا على سيدنا رسول الله. ما لو أقر بدراهم، كأن قال لموسى علي دراهم لدى القاضي. القاضي قال له طيب قد ايه؟ موسى له عندك قد ايه؟ قال له لا عندي 7 دراهم. كانوا 7؟ ايه؟ قبل تفسيره بأقل الجمع، قال له لا لي عندي 3. القاضي يجري هذا ويمضيه على الأرجح كما هو ظاهر كلام الأصحاب. وقد صرح الهروي في الإشراف بحكاية وجهين فيه مبنيين على القاعدة. قال لا، لو انخرجوا على القاعدة لما يقول له عندي دراهم يبقى له عنده جمع كبير قوي قوي قوي، كل الدراهم. انا قد ايه يا مولانا؟ انت مليتك قد ايه؟ مليت 1,000,000، يبقى له عندك 1,000,000 درهم. وقيل لا، ده هو له عنده 3 دراهم بس، ده تخرجوا على القاعدة. وأشار إليه الماوردي في حاوي، الحاوي الكبير ده للإمام الماوردي، شرع فيه مختصر الإمام المزني، وهو من أبدع الشروح وأسهلها وأكثرها تعرضا لمناقشة المذاهب الأخرى، وفيه من العلم والأدوات والصناعة والفكر ما لا تجده في كتاب آخر. كيف؟ يعني توفيق رب العالمين سبحانه وتعالى. هو كان مفسر الإمام الماوردي، وله التفسير في 4 مجلدات. وله الأحكام السلطانية في مجلد واحد، وله آداب الدنيا والدين، وله كتاب الإقناع اختصر فيه الحاوي الكبير، وله وله وله. ولكن الحاوي، لا الحاوي ده علامة فارقة في المذهب في وجهة نظر، لأن أنا عشت معه فترة طويلة. وغير الإقرار في ذلك مثله كالعتق فيما لو قال عبيدي أحرار، لا بلاش عبيدي، عبيد لدي أحرار. أصلا خلي بالك لو قال عبيدي يبقى كله، لأنها جمع مضاف، والجمع المضاف يا مولانا بيعمل إيه؟ بيعم، ما بيروحش دريم بارك. يبقى يعم، يبقى كل العبيد كلهم أحرار. لكن ده لا، قال لا العبيد عندي أحرار، يبقى يفسرهم ب3. ممكن هو يقول لا ده فلان وفلان وفلان، دول خلاص دول أحرار وخلص، فلو أن يفسرهم بأقل الجمع وهو 3. والنذر كان يقول مثلا على سبيل النذر لله علي أن أصوم أيام، أصوم أيام جمعه، يبقى تفسره بأقل الجمع 3، يبقى صوم لك 3، يبقى خرجت من النذر. والوصية كان يقول أوصيت بدراهم لموسى
ياخذها عند وفاتي. كل دي امثله عشان ايه ما تقفش فيها، انا عارفك اللي من دول فاذا المصريين ونحو ذلك من الاشياء. والاسماء المبهمه كالاسماء الموصولات واسماء الشرط والاستفهام، هذه الاسماء بيسموها ايه؟ اسماء مبهمه الموصوله واسم اسماء الشرط واسماء الاستفهام. وجه الابهام في غير الموصولات ظاهر، لان في غير الموصولات من المستفهم والشرط لا يدل على شيء بعينه، فانه لا يدل على معين. طب وفي الموصولات؟ ما انتم بتقولوا الموصولات من قبيل المعارف، مع انها معارف، فلانه لم يعلم معانيها منها، يعني الذي لا يعرف معناه الا بالصله، والتي لا يعرف معناها الا بالصله، وهؤلاء لا يعرف معناه. لا، هؤلاء ديت مش ده اسم اشاره، يبقى لا يعلم معناها الا بصلتها. كمن اي الشرطيه، وكون الشرطيه للعموم هو امر متفق عليه بين العلماء، يبقى من الشرطيه هذه للعموم. ويضرب لها مثال هو بعد كده بقى، يقول لك من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، يعني كل فرد جاء بالحسنة من ذكر أو أنثى فله عشر أمثالها. طب ما هي للعموم ايه؟ أو الاستفهامية، والاستفهامية كذلك عند الجمهور، وممن صرح بأنها للعموم الإمام الغزالي في المستصفى. أو الموصولة، لا الاستفهامية أو الموصولة، كمان الاستفهامية صح، الشرطية والاستفهامية والموصولة، وهي عامة. عامة في إيش؟ قالوا في من يعقل، يعني في أصحاب العقول، سواء كانوا من الذكور والإناث. والأحرار والعبيد كذلك عامة في الأحرار والعبيد، نص على الإناث والعبيد، لأن هناك من يقول بعدم العموم فيها شرعا، لكنه أراد بهذا النص أن يرد على هؤلاء الذين يخالفون فيها. اصحى يا مولانا عشان أنا كمان هعمل زيك. نحو قوله تعالى، يضرب أمثلة، من عمل صالحا فلنفسه. من عمل يعني كل شخص من ذكر أو أنثى، حر أو عبد، عمل عملا صالحا، لأن صالحا صفة لإيه؟ صفة لمصدر محذوف. عمل عملا يوصف بالصلاح، فلنفسه يعني فأجره لنفسه وثوابه لنفسه. ومن أساء، ومن أساء فعليها. وقوله تعالى من بعثنا من مرقدنا، والتعبير بمن لمن يعقل هو المشهور. هذه هي عبارات الكتاب، أنهم يعبرون بمن في جانب العقلاء، ولا يعبرون بمن في جانب العلماء. عندما يقولون من، عامة في أفراد من يعقل، كلمة يعقل هي العبارة الدارجة وهي العبارة الأكثر استخداما وأكثر شيوعا بين العلماء.
وعدل بعضهم. ما هو خلي بالك أمة الإسلام اجتهاداتها واسعة، والمسألة يعني منفتحة، والقضية ليس فيها حجر، اجتهد، ولكن عندما يكون معك أدوات، عندما يكون معك ملكات. أما تجتهد بدون أدوات وبدون ملكات يبقى أنت بتعمل إيه؟ يبقى هذا سبيل من سبيل الهطل، هطل وشيء غريب عجيب. إن الشيطان ليوحي إليه أنه من المجتهدين، وليس هو من المجتهدين في شيء. وعدل عنه بعضهم إلى العالمين، أي بكسر اللام. لا، من عامة في أفراد العالمين، مش العالمين، العالمين يعني الأفراد الموصوفين بالعلم. لما سألناهم قلنا لهم لماذا قلتم هذا؟ قالوا لأنه أعم. فإن من تطلق على الباري، وشوف اختار ايه، اختار شيء جميل قوي، الباري الخالق الذي خلق الخلق وفطرهم وأنشأ فيهم العقل. العقل مخلوق. وبنقول من لأفراد من يعقل؟ طب ما هو ربنا تطلق عليه من، يبقى كلمة يعقل ديت مش صح، مش دقيق، خليها في أفراد من يعلم، يعني من يتصف بالعلم. فحينئذ يكون من بهذا الكلام شاملة وعامة في كل أفراد العالمين. والله سبحانه وتعالى يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل. لأن العقل يا مشايخ عبارة عن غريزة، شيء مغروز موضوع فيك، لا وده دايما مخلوق. ولذلك شوفوا عبر بإيه، الباري الخالق، لأنه عايز يدفع عنه أنه يتصف بالعقل، لأن العقل يعني من ملازماته أنه مخلوق. طب فين بقى أن من تطلق على الله؟ كقوله تعالى ومن لستم له برازقين، اللي هو الله، وهو يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل. صحيح. أما إذا كانت من نكرة موصوفة فلا تعم. نكرة موصوف، مررت بمن معجب لك، يبقى من هنا نكر موصوفة بإيه؟ موصوفة برجل معجب بك، يبقى موصوفة بإيه؟ بمن معجب، فلا تعم. طيب وما عامة في أفراد من لا يعقل هنا إيه؟ وما عامة في ما لا يعقل، يعني هي عامة في أفراد ما، في أفراد الذي لا يتصف بالعقل. يبقى ما عامة في ما لا يعقل موصولة كانت، يعني أدي واحدة تعميم، تكتب فيها تعميم، إذا كانت ما موصولة، أو كانت ما استفهامية، أو كانت ما شرطية كما سيأتي، نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وسلم، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ما يعني إيه؟ على اليد كل شيء أخذته. وممكن تنفع هنا تبقى موصولة، هنا موصولة إيه؟ لا مش تنفع، ده هي موصولة، على اليد الذي أخذته، يعني كل شيء أخذته حتى تؤديه، يعني هو في ضمانها. نحو ما جاءني منك
أخذته، يعني كل ما جاءني منك أخذته. يبقى ديت ما يا مشايخ؟ لا دي موصولة يا مولانا. إزاي موصول؟ أنت عندك على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ونحو ما جاءني منك أخذته. يا ابني دي شرطية، ما جاءني منك أخذته، ده جايب لك فيها اسم فعل الشرط وجواب الشرط، وما جابش مثال شكلها كده ليه الاستفهامية. تقول له ما عندك، ما عندكم، يعني أي فرض وأي شيء عندكم. فإن كانت ما نكرة موصوفة، نحو مررت بما معجب لك أي شيء، يبقى ما هنا تشيلها وتحط مكانها إيه؟ شيء، وهذا الشيء موصوف، كما أنك تحذف ما فيما سبق من فيما سبق وتضع مكانها شيء. أو هي تعجبية، نحو قال أو تعجبية أو ما تعجبية، ما أحسن زيدا، يعني شيء تسبب في حسن زيد، هو يتعجب من هذا الشيء الذي جعل زيد حسن. لم تعم، نعم. وما ذكره المصنف من أن من لمن يعقل، يعني لأفراد من يعقل، وما لما لا يعقل، يعني لأفراد ما لا يعقل، جرى على الغالب أي الكثير في الاستعمال أن يكونها على هذا النحو، وإلا فقد تأتي من لمنزل منزلة من يعقل. ده بقى قضية في مقابل الأغلب وهو القليل في الاستعمال. كقوله تعالى وإلا فقد تأتي من لمنزل منزلة من يعقل، يعني تستعمل من في شيء لا يعقل لكننا رفعناه إلى درجة العقلانية فاستعملنا في إزائه من على سبيل المجاز، كقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب، من لا يستجيب له، من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. طيب فين هنا بقى غير العاقل؟ ها من لا يستجيب له، لا انتوا عين حلو فاهمين اهو، من لا يستجيب له ومن أضل ممن يدعو من دون الله من أو من لا يستجيب له اللي هو غير العاقل. هم مش ادعوا آلهتهم وأصنامهم، هذه الأصنام لا تجيب، لكن طب ما هي مش عاقلة، لكنه نزلها ورفعها إلى درجة العقلانية، فقد نزل الآلهة التي يعني لا تستجيب منزلة العاقل فاستعمل بإزائها أو في مقابلتها من التي للعاقل. ولمختلط به، يعني وكذلك تأتي من وتستعمل لمختلط بالعاقل، يعني هي تستعمل من في العاقل، رقم اثنين تستعمل في شيء نزل منزلة العاقل، رقم ثلاثة تستعمل في شيء عاقل اختلط بغير العاقل أو لمختلط به أي للعاقل، كقوله تعالى انتبه
ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض من في السماوات والأرض؟ طب ما هي فيها إيه؟ فيها عاقل وفيها غير عاقل. المسبح في السماوات والأرض منه، لأن الحيوانات ما بتسبح، ولكن تسبيح لا تعلم أنت كنهه، وإنما يعلم كنهه المولى سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ يسبح له الإنسان وهو عاقل، ويسبح له كذلك شيء آخر وهو غير عاقل. فقد استعملت فيه يعني شيء مركب من عاقل وغير عاقل، اللي هو المختلط بالعقل. ولمقترن، خلي بالك مختلط به، لأن من في السماوات ومن في الأرض، ومن في السماوات والأرض إما عقلاء وإما غير عقلاء، وقد اختلط هذا بذاك تحت مفهوم وتحت مضمون من في السماوات والأرض. وإن من شيء إلا، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماء، ماشي مالها يعني؟ ألم ترى أن الله يسبح له من، ده بيقول لك من، مش فاهم. طيب جميل، طب دي معانا يعني ولا ضدنا، ولا انت مع مين يا ابني؟ ألم ترى أن الله يسبح له من، يسبح له من في السماوات والأرض؟ عايز يقول لك إن من في السماء، ما في يعني الذي في السماوات والذي في الأرض شيء عاقل وشيء غير عاقل، اختلط العاقل بغير العاقل فدخلت عليه من. يبقى من في السماوات ومن في الأرض. طيب في، مش السماوات نفسها، مش الأرض نفسها، ده الذي فيها. والذي فيها إما أن يكون عاقل يسبح بحمد الله، وإما أن يكون غير عاقل يسبح أيضا بحمد الله. فقد استعملت من في عاقل اختلط بغيره، بس كده. وعايز أقول لك كده الآية كويسة وانت حلو. قال ولمقترن به، وكذلك تستعمل من لشيء اقترن بالعاقل في عموم موصول بمن. ولمقترن، اقترن العاقل بغير العاقل به، يعني ولمقترن به، ولمقترن بالعاقل، تقول كده ولمقترن بالعاقل في عموم وصل بمن، في أداة عموم وصلت هذه الأداة بمن. من يمشي على بطنه، يمشي على بطنه. طب ما هو اللي بيمشي على بطنه دي ايه؟ دي حاجة غير عاقل. هو العاقل بيمشي على بطنه؟ لو بيمشي على بطنه عندكم أو مروح، يبقى أنتم فقدتوا الإدراكات المختلفة، صح يا مولانا؟ ومن يمشي على أربع، يعني الحمير عزكم الله. هاتولنا بقى الآية كده من أولها أهو. من يمشي على أربع، ومن يمشي على بطن، ومن يمشي على رجلين، ومن يمشي، يبقى إيه اللي حصل؟ أنها من اقترن بها في عموم متعدد، من يمشي على أربع، يعني اقترن بها العاقل وغير العاقل في عموم موصول كما ترون. دي في سورة النور، أولها إيه بقى؟ والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، صح كده؟ ولا أنا خرمت في حاجة؟ جبتها لك مرة النحل. لا لا لا، مش النحل، النمل. لا لا لا، مش النمل، دي سورة كذا. طيب على كل حال من أمازحك،
يبقى ما لا اقترن العاقل بغير العاقل في عموم موصول بمن. ليه؟ لأن أنا عندي ومن يمشي على رجلين. من يمشي على رجلين من استعملت فيها مولانا في العاقل، ثم عطف معها من مستعملة في غير العاقل، يبقى اقترن العاقل بغير العاقل في إطار عموم. لاقترانها بالعاقل في كل دابة، ما هي مختلطة بالعاقل فوق، والله خلق كل دابة من ماء. فكل دابة دي مالها؟ كل دابة في منها العاقل وفي منها غير العاقل، يبقى اقترن في أول الأمر بالعاقل، اقترن بغير العاقل، ثم بعد ذلك جاءت من في عموم موصول حتى يوضح ما سبق. والله خلق كل دابة، يعني كل ما يدب على الأرض سواء كان عاقلا أو غير عاقل فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى. ثم فصل بعد ذلك هذه الدواب المخلوقة وفي كيفيتها وشأنها وصفاتها. فمنهم من يمشي على رجلين، من يمشي على رجلين ده الإنسان، ومنهم من يمشي على بطنه الثعبان مثلا، ومنهم من يمشي على أربع. وقد تأتي ماء لمختلط بما لا يعقل، وقد تأتي ماء وتستعمل في شيء عاقل اختلط بغير العاقل، نحو قوله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. شوف التنوع، مرة يراعي العاقل ومرة يراعي غير العاقل. أصل ربنا ما بيزعلش حد منكم أيها المخلوقات. مرة يقول لك ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، ومرة تانية يقول لك إيه ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، دي ما ديت لغير العاقل، وما في والذي في السماء والذي في الأرض، إما أن يكون عاقل وإما أن يكون غير عاقل، لكن الذي يسجد هو من النوعين. ولأنواع من يعقل، وكذلك تستعمل من في أنواع من يعقل، نحو قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما طاب، طب هنا ما استعملت فين بقى؟ في أنواع من يعقل، لأن من يعقل هو النساء، في منهم طاب وفي منهم ما طابش، واخد بالك؟ طاب يعني ايه؟ يعني كويسين بيسمعوا الكلام، واخد بالك؟ هاديين، ملائكة تمشي على الأرض، هم وصفهم كده بصراحة، يعني وصفهم ملائكة تمشي على الأرض، ما بيخرجوش الرجل عن شعوره، ما بيعملوش أي حاجة في أي حاجة. فعلا المرأة ملاك، وإن قلت فهي المجتمع بأسره والرجل تابع لها، هي سديدة الرأي، واخد بال حضرتك، قوامة على الأسرة، وهكذا. إذا كل ده فيها، طيب فانكحوا ما طاب. احنا بنقول كده بس عشان يعني ايه، احنا في يوم المرأة العالمي، يا إما يأخذوا كل الناس دي في يوم المرأة العالمي. ولأنواع من يعقل، نحو فانكحوا ما طاب لكم من النساء. طب ما يبقى النساء ده لها أنواع ولها صفات، وللمبهم أمره، يعني وللشيء المبهم أمره، كقولك وقد رأيت شبحا. انظر إلى ما ظهر، وانت ما تعرفش ده إن كان عاقل أو غير عاقل، فهي تستعمل في الأمر المبهم الملتبس بغيره. ما ظهر، مع إن كل اللي ظهر ده إنسان، أو اللي ظهر دوت حيوان. طيب انتوا بتقولوا لأفراد من يعقل، هو إيه العقل؟ ما تعرفونا العقل.
والعقل قوة للنفس، يعني قوة خاصة بالنفس البشرية. بها أي بهذه القوة تستعد، أي تستعد النفس للعلوم، تبقى مستعدة يعني مهيئة. والإدراكات جمع إدراك، يعني تستعد النفس بهذه القوة لتحصيل العلوم، وتستعد النفس بهذه القوة للإدراكات، إما إدراكات بالبصر، وإما إدراكات بالعقل، وإما وإما وإما. وهو المعني بقولهم، يعني وهذا الذي يعبر عنه بعضهم بقوله غريزة، يعني شيء مغروز. مغروز يعني إيه؟ يعني ها مبسوس في نفس الإنسان. يعني إيه؟ ليه القوة؟ قوة للنفس. يتبعها، يتبع هذه الغريزة العلم بالضرورات عند سلامة الآلات. إذا كانت هذه الغريزة موجودة هيتبعها إيه؟ علم بالضروريات، علم بأن هذا المشروب بارد عندما ألمسه، علم بأنني عندما أرى شيئا أستطيع أن أنا أحدده، بلك علم بأن الواحد نصف الاثنين، وأن الجزء أقل وأصغر من الكل. علم بالضرورات يعني بالأمور الضرورية التي لا يسع الإنسان أن ينكرها، والتي لا تحتاج إلى يعني دليل. عند سلامة الآلات، يعني أنا عناية سليمة أستطيع أن أنا أدرك الأشياء. طب عيني فيها بقى غبش، وعندي مشكلة مثلا في عيني تصور لي أشياء غير موجودة، لا يبقى ساعتها مش هيتبعها هذا اللي هو العلم بالضرورات عند سلامة الآلات. وقيل هو جوهر، جوهر يعني عبارة عن إيه؟ عن جسم تدرك به، تدرك به الغائبات. تدرك يعني النفس، يعني النفس البشرية التي تدرك به، تدرك مش تدرك، لا خليها كده تدرك، تدرك به الغائبات. يعني من اللي تدرك؟ النفس، النفس الناطقة هي التي تدرك الغائبات بواسطة هذا الجوهر. بالوسائط أي بالقوة المفكرة، والمحسوسات بالحواس. تدرك به الغائبات بالوسائط يعني بالقوة المفكرة، يعني نستطيع أن نتوصل إلى الغائبات بالقوة المفكرة، كما أننا نستطيع أن نتوصل إلى المحسوسات بالحواس. قال وأي، أي الشرطية أو الاستفهامية أو الموصولة، يبقى أي لها أكثر من استعمال، تستعمل شرطية فيكون بعدها جملتين، فيكون بعدها جملتان، الجملة الأولى جملة الشرط والجملة الثانية جملة الجواب والجزاء. انتوا حلوين اهو معايا في اللغة، ماشيين معايا ماشي. أو الاستفهامية، أي شيء اشتريت؟ شرطية، أي سؤال تسأل عنه أجبتك عنه. أو الموصولة، وسأتي لها مثال في هذا. عامة في الجميع، وعامة دي إيه؟ خبر، خبر أي، يعني أي عامة في الجميع، يعني تستعمل لاستغراق أفراد تلك الصيغ، أي فيما تضاف إليه، يعني الأفراد مش في ذاتها، لا الأفراد فيما تضاف إليه. أي النساء حضرن الدرس، يبقى العموم فين؟ في النساء، يعني كل النساء. أي نساء، أي نساء حضرن الدرس، عشان يبقى مضاف ومضاف إليه. أي فيما تضاف إليه ممن يعقل
وممن لا يعقل وما لا يعقل، يعني هي كذلك تكون عامة في أفراد العاقلين وأفراد غير العاقلين. والأزمنة، وتكون كذلك عامة في الأزمنة. والأمكنة، وكذلك تكون عامة في الأمكنة. والأحوال، وكذلك إذا كان المضاف إليه الحال كانت عامة في الحال التي تضاف إليه، نحو مثال للشرطية: أي عبيدي جاءك أحسن إليه، يعني أي فرد من أفراد عبيدي أتوك وحضر عندك فأحسن إليه، قدم له كوباية بيبسي، قدم له واخد بالك كوباية شاي، قدم له بيتزا، دجاج، أي حاجة يا موسى، ما تاكلهاش لوحدك على طول. أي عبيدي جاءك أحسن إليه، وأي الأشياء أردته أعطيتكه، شرطي أيضا. لكن أي عبيدي ديت لما يعقل، وأي الأشياء لما لا يعقل. وكان بعض المحققين بيقول يا ريت إن هو كان قال أي الثياب أردته أعطيتكه، لأن الأشياء تطلق أيضا على العقلاء، فالمثال ليس بدقيق. وقوله تعالى أيكم زادته هذه إيمانا، استفهام، أيكم زادته هذه إيمانا، يعني أي فرد منكم هذه الآيات عندما قرأها وعندما سمعها زادت في إيمانه. وقوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أيهم يعني الذي هو أشد على الرحمن عتية، وفي قراءة تانية عتية. نطلع الشباب بقى من مخزن القراءات. قال رضي الله تعالى عنه وارضاه: وإذا اتصلت أي بما، طب ما هي أي يا مولانا للعموم وما للعموم، فإذا اتصلت ما التي للعموم بأي التي للعموم، أي الصيغتين أفادت العموم. ده كلام، وكلام لطيف، كلام علمي إيه؟ لطيف، يعني رقيق، يعني جميل جدا. وإذا اتصلت أي بما كانت تأكيدا لها، يعني يعني كانت ما تأكيدا لأي، كانت ما تأكيدا لها أي لأي، يبقى أي هي التي أفادت العموم، وجاءت ما حتى تؤكد العموم، وهذا من قبيل التوكيد اللفظي، توكيد على نوعين: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. الذي نحن فيه نوع من أنواع التوكيد اللفظي، خلافا لمن قال إنما للعموم. قال لا، أنا عندي بقى جهة أخرى، وده كلام الإمام الجويني فين؟ في البرهان. قال لا، ما للعموم. طب يا مولانا، إنما للعموم، فإن كانت أي صفة لنكرة خلاص بقى احنا كده خلصنا، دي بقى مسألة تانية خلاص. بيقول فإن كانت أي صفة لنكرة نحو مررت برجل، أي أي هنا صفة لإيه؟ لرجل، ورجل ده يا مشايخ نكرة،
يبقى أي هنا صفة لنكرة، يعني أي رجل، أي كامل في صفات الرجولة. مررت بأي رجل، يعني مررت برجل كامل في صفات الرجولة. أو حالا من معرفة، أو كانت أي حالا من معرفة، نحو مررت بزيد. أي رجل يبقى دي إيه؟ حال. مش معنى ما قالوا كده، قالوا بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. هكذا حفظناها، بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. ولذلك انظر، جاءت أي بعد نكرة، فكل ما جاء بعد نكرة يكون صفة. مررت برجل موصوف بصفاته الرجولية الكاملة. والثاني مررت بزيد، معرفة، إذا وقعت أي بعدها هتكون حال. مررت بزيد، أي زيد، يعني مررت بزيد حال كونه قد اجتمعت فيه أوصاف كاملة من أوصاف الرجولية. قال رضي الله تعالى عنه وارضاه بفتح أي أو صلة لنداء، يعني وأنها تأتي أي صلة لنداء، أي يتوصل بها لنداء، وذلك لأنهم منعوا الجمع بين أل والنداء في لفظ الجلالة. فلما نكون عايزين إن إحنا ننادي ما فيه أل، بنجيب أي وبعدها ها التنبيه، يا أيها الرجل، يا أيها النبي. يبقى هي وصلة لإيه؟ أي وصلة، يعني يتوصل بها لنداء ما فيه أي، لأنه لا ينادى إلا بهذه الطريقة. فهي لا تعم في كل ما مر لوجود القرينة في كل، لأن في كل ما مر في قرينة تمنع من الحمل على الاستغراق، وهي خصوص المعهود. في الأول خصوص الرجل، والرجل ده واحد، والواحد لا عموم فيه. والثاني خصوص زيد، وزيد ده معرف لا عموم فيه. والثالث يا أيها الرجل، ده رجل واحد. قال وما تقرر من عموم من وأي الموصولتين هو المعتمد. وذكر الإمام الزركشي خلافا في كونها للعموم، قال هو المعتمد، يعني هو الأرجح والمعول عليه. وأما ما صرح به بعضهم وجرى عليه جماعة كالجمال الإسنوي والتاج السبكي من أنهما لا تعمان، الإنمان وأي لا عموم فيهما. طب يا مولانا، قال والله لا تعم. ليه يا مولانا؟ قال لأني هي مثل مررت بمن قام وبأيهم قام. قال الدليل على أنهما لا تعمان خصوص الاستعمال. الإمام الإسنوي والتقي والتاج السبكي قالوا كده، قالوا هو من وأي لا تعمان. طب ليه بقى لا تعمان؟ قال الدليل على ذلك أنك تقول مررت بمن قام، ومن قام هنا ليست من قبيل العموم، يبقى جاءت من واستعملت في غير العموم. وبأيهم قام، ومررت بأيهم قام، ده أنا مررت بواحد بس قائم، ما لم أمر بكل قائم، ولم أمر بكل أفراد القائمين. قالوا لا، أنت خلي بالك كلامك غير سليم،
ومثالك سليم. يعني ايه كلامي سليم ومثالي غير سليم؟ العكس بقى، يعني ايه كلامي مثالي سليم وكلامي غير سليم؟ قال له اولا كلامك انهما لا يعمان كلام غير سليم، واما خصوص هذا المثال فهو صحيح، لكن المثال جزئي لا يستدل به على كل الافراد، لان المثالين اللذين اتيت بهما الخصوص وعدم العموم فيهما لقرينة قامت بهما. انت في اول واحد بتقول ايه؟ مررت. هو انت مررت بكل حد؟ ده اللي جعل ان هي خاصة بفرد واحد، كلمة مررت، لانك ما تقدرش تمر بكل الناس. ومررت بأيهم قام، صح؟ هذه غير عامة، لأنك لا تستطيع أن تمر بكل الناس، فموجود القرينة جوه معاها وهي قرينة المرور. قال فهو صحيح في هذا التمثيل ونحوه، لأنه من العام الذي أريد به الخصوص، صح؟ هي في الأصل عام، لكن أريد به الخصوص والقرينة على إرادة الخصوص لفظ مررت، لقيام القرينة على إرادته أي إرادة الخصوص، وهي المرور، لأن المرور لا يكون إلا بمعين، وهي المرور لأن المرور لا يكون إلا بمعين. ثم تكلم بعد ذلك على بعض الألفاظ التي هي للعموم، وهي أين أي الشرطية والاستفهامية، أين وهي عامة في المكان، يعني في أفراد المكان، نحو أين كان محمد، يعني في أي مكان وجد محمد. قال إنها عامة في المكان الشرطية، أين كان محمد، لا ثواني بل أننا قرأتها أين كان محمد كنت معه، دي شرطية، يعني في أي مكان وجد محمد وجدت معه. شو بقى المثال ده؟ مثال تربوي، كأنه يريد أن يعني يأمرك بأن تلزم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أين كان؟ يعني في أي مكان كان ووجد فأنا وراءه. يا سلام، شايف العلماء حتى وهم بيألفوا العلوم بينبهوا الناس على أصل هذه العلوم كلها مرادة لسيد الأنام، الاتباع، الاتباع يا مولان، الاتباع يا مولان. طب والاستفهام؟ الاستفهام أين كنت؟ يعني في أي مكان تواجدت؟ أين كنت؟ لما يجي الطالب كده من المدرسة والدته بتقول له إيه؟ أنت كنت فين؟ يعني أنت كنت في أنهي مكان؟ وأحيانا تستعمل هذه الكلمة ويراد بها يعني السؤال عن التأخير، عن سبب التأخير، أنت كنت فين؟ يعني أنت إيه اللي أخرك؟ ومتى؟ أي الشرطية تستعمل في الشرط، أو الاستفهامية تستعمل في الاستفهام، عامة في الزمان يعني عامة في أفراد الزمان، نحو متى دخلت الدار فأنت حر، يعني في أي وقت من الأوقات وأي زمن من الأزمان دخلت الدار فأنت محكوم لك بالحرية. دخل بقى الصبح، دخل بالليل، دخل، هو في غير الصبح وبالليل؟ في حاجة تالتة؟ ما فيش. ومتى تجيئني؟ دي استفهامية، ايه يعني في اي وقت تجيئني؟ المصريين يقول لك ايه، انت جاي امتى؟ امتى
كأنه صحفها من متى متى تأتي، يعني وانت خارج كده برضك، ها وانت خارج كده مامتك بتقول لك ايه متى تأتي، لا خلاص بقى يعني عندما اذهب مع اصدقائي اعود. وقيد ابن الحاجب وغيره ذلك أي العموم بالزمان المبهم. قال ده شرط متى؟ أن يكون الزمان زمانا مبهما حتى لا يصح أن يقال متى زالت الشمس فأتني، لأن زمان زوالها غير مبهم. ده زوالها بالظبط النهاردة الساعة 12:05، فزمنه معين، فلا يصح أن أقول هذه الجملة وأدعي أن فيها عموم متى زالت الشمس فأتني، لأن زوالها لا يعم كل الأوقات، ده وقت معين وهو الساعة 12:05، ده مفرده. بل تقول، بل العبارة الصحيحة التي تعبر بها إذا زالت الشمس، وهي عبارة تناسبها. قال الإسنوي: ولم أرى هذا الشرط في الكتب المعتمدة. الكلام بتاع ابن الحاجب ده أنا بحثت عنه واستقرأت الكتب فلم أجد من نبه له ولم أجد من نص عليه، وكأنه يريد أن يرده ويقول هذا ليس بشرط، لأن كل ما اخترع من الشروط وليس موجودا في كتاب معتمد فلا عبرة به. ورد على الإسنوي وقال غيره أي غير الإسنوي: هذا مراد من أطلق. قال لا خلي بالك هذا القيد ملحوظ عند من أطلق وقال متى شرطية أو استفهامية عامة في الزمان. مراد من أطلق أنه يقصد به زمان مبهم لا زمان معين. قال: وهذا مراد من أطلق العبارة، وإنما أطلقها لظهورها، لظهوره يعني لظهور هذا القيد، لظهور أن المراد من الزمان زمان مبهم لا زمان معين. ولا فرق أن تتصل بها يعني بمتى ما كمتى ما، أو لا متى لا، لا متى لا إيه، أو لا تتصل. ولا فرق بين أن تتصل أو لا، يعني أو لا تتصل، يعني لا فرق بين أن تتصل بها ما أو لا تتصل بها ما، فإنها في كلا الحالتين لي العموم، لأن العموم في مضمونها هي. وما عامة في الاستفهام يعني في أفراد المستفهم عنه، فتفيد العموم في أفراد المستفهم عنه. وما عامة في أفراد فتفيد العموم في أفراد المستفهم عنه، وكذلك عامة في الجزاء فهي عامة في أمرين: الأول الاستفهام والثاني في الجزاء. وذكر مثالا في الكتاب. طيب نقرأ بقى نحو قوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. يبقى هنا للإيه؟ خلي بالك هنا للجزاء. وما تفعلوا من خير، لا الاستفهام، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أي ومن شر كذلك، يعني وما تفعلوا من خير ومن شر يعلمه الله، فهذا على سبيل الاكتفاء. كقوله تعالى: تقيكم الحر والبرد، لأن ربنا يعلم الخير ويعلم الشر، لكن شوف ربنا بيعلمنا إن الخير هو الأصل،
وعشان كده اهتموا بالخير وكأن الشر ده احتمال عقلي. وما تفعلوا من خير، لأن المؤمن الأصل فيه أن لا يفعل إلا الخير. وما تفعلوا من خير وكذلك ومن شر يعلمه الله، يعني يتعلق علم المولى سبحانه وتعالى بكل ما يصدر منا من خير أو من شر. يبقى ديت في إيه؟ في الاستفهام. بس الاستفهام هنا مش حقيقي، يعني عامة في الاستفهام والجزاء. طيب، وفي الخبر، وفي نسخة والخبر بدل الجزاء. قال بعضهم وكأنه هو أرد ببعضهم دوت ابن تاج الدين الفزاري، لأن العبارة دي عبارته في شرحه على الورقات، اسمه ابن الفركاح أو تاج الدين الفزاري. وفي نسخة والخبر بالكسر بالجر يعني بدل الجزاء، يعني عندي بدل في عامة في الاستفهام والجزاء. بدلها والخبر. قال بعضهم كأنه تصحف من الجزاء. بعض الشراح قال والله الجزاء هنا يعني كلمة والخبر والجزاء كأن حصل يعني خطأ في المخطوط، وبدل ما يكتبوا النساخ يكتبوا والجزاء كتبوا الخبر، فهو الخبر دي مصحفة وأصلها والجزاء. وقد حمل على صورة، وبعضهم قال لا، قال ده الكلام ده كلام صحيح. كلام صحيح ازاي؟ قال والله لي صورة، هذه الصورة يكون ما فيها خبرية، وكأنه تصحف من الجزاء وقد حمل على صورة، وهي ما إذا قال شخص لآخر ما صنعت بيسأله إيه اللي عملته، قال عملت اللي أنت عملته، قال ما صنعت، فقال المخاطب ما صنعت يعني أنا صنعت ما صنعت أنت، يعني أنا عملت اللي أنت عملته. فما الأولى عامة في الاستفهام، لم يقولوا ما صنعت، وما الثانية يعني ما صنعت أنت، يعني الذي صنعته أنت صنعته أنا. والثانية في الإخبار عما صنع، فقد وقعت ما عامة في الخبر وغيره، لأنه بيخبره بيقول له أنا عملت كل حاجة أنت عملتها، أي غير ما ذكر كالخبر على النسخة الأولى والجزاء على النسخة الثانية، فقد وقعت ما عامة في الخبر وغيره. خلاص، لكن هو أول مرة دي وما تفعلوا من خير، دي مش استفهام يا أولاد. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ديت مش استفهامية. ديت شرطية. لا في الجزاء اهي. قال وأشار المصنف بإدخال الكافي على من إلى أن الأسماء المبامة العامة غير منحصرة فيما ذكره، لأن هناك أسماء أخر كذلك مبهمة عامة غير ما ذكر، إذ منها كل، وكل ديت يعني أم هذه الأدوات، حتى ألف فيها بعض العلماء كل وما عليه تدل، وقد طبعت هذه رسالة علمية في الإمارات، كل وما عليه تدل. إذ ولذلك الإمام الزركشي عندما أتى بها أتى بإيه؟ أول ما ذكر صيغ العموم ذكر أولها كل،
وهو اسم لاستغراق أفراد المضاف إليه المنكر، يعني هي العموم فيما تضاف إليه، كل رجل يبقى العموم في الرجال، كل امرأة، كل درهم، والمعرف المجموع. وكذلك المجموع الذي دخلت عليه أداة التعريف فهو أيضا من قبيل العموم. وأجزاء المفرد المعرف، المفرد المعرف له أجزاء فهي أيضا عامة في أجزاء، تأتي العموم في أجزاء، والذي والتي، وكذلك في التثنية واللذان يأتيانها منكم، وحيثما لعموم الأماكن، والذي والتي وجمعهما إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، وحيثما، وهي تستعمل في عموم الأمكنة. نقف عند هذا الحد لأن العقل، أي عقولكم، أنا مش عارف، أنا مش عارف أقرأ الكتاب لغاية الفجر، لكن أنتم لا تتحملون، وبارك الله فيكم.